محاضرة اليوم هي تطبيقات حاسوب. فاليوم إن شاء الله راح نستخدم برنامج إيتابس بتحليل وتصميم المباني. هذا المثال إذا أنكم فاكرين نفسه حليناه باستخدام ساب، واليوم إن شاء الله بنحله باستخدام إيتابس. طبعا ممكن ننهي أو لا، مش مشكلة، نكمل المرة الجاية إذا ما انهيناهوش. المهم إنه أنت تفهم كيف تستخدم برنامج إيتابس. طبعا برنامج ساب او ايتاب صمم من نفس شركه سي اس اي، يعني راحين نلاحظ ان شاء الله انه ما في اي حاجه غريبه بكل معنى الكلمه. بعدين المينيوز، القوائم، الازرار شبيهات جدا جدا في ساب، ترتيب ايضا الخطوات شبيهات في ساب. لذلك انت لما تكون بتعرف ساب بشكل جيد، لذلك ايتابس حتى بامكانك تتعلم عليه لحالك. يعني كثير مرات لا مندرس ايتابس ولا شيء، لكن في مشاريع التخرج كثير من الطلاب بيستخدموا ايتابس مش ساب بتعليم ذاتي، يعني لانه بالنهايه نفس الخطوات، واي برنامج كمبيوتر عاده بالانشاءات مثلا بيكونوا بيشبهوا بعض. صح القوائم، الشكل، ممكن بعض الاشياء يعني بتختلف شوي، لكن كل برامج الدنيا بشكل عام لازم يكون فيها يونتس، لازم يكون فيها ماتيريالز، صح ولا لا؟ لازم تعمل ديفينيشن للمقاطع، سواء كانوا اريا اليمنت، سواء كانوا لاين اليمنت، كولومز، بيمز، لازم تحدد الأحمال، لازم يكون عندك سبورت، لازم في جريد لاينز. يعني بشكل عام كل هذه الأشياء راح تكون في جميع برامج الكمبيوتر بغض النظر هو من شركة CSI يعني ساب وإيتابس، تمام، أو من أي شركة ثانية. بس القصد أنه ساب والإيتابس قراب جدا 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 من بعض. ففي عندنا المثال اللي حليناه سابقا، حبيت أحله نفسه، تمام، على أساس أنك تكون يعني شايفه سابقا ومتعود عليه يعني. فلذلك البلان ايضا نفس المثال اللي حليناه بالنظري، المثال نفسه اذا انكم فاكرين هذا حليناه بالايد. فلذلك اذا بتحب ايضا تقارن بالنتائج برضو بصير يعني. فاذا انكم فاكرين اول مثال بالتو اس لاب سيستمز بالنظري وفي ساب كان في عندنا ثلاث سبانز باتجاه اكس 7.5، وفي عندنا ثلاث سبانز باتجاه واي 6، تمام، على اساس تكون عم يعني تخيلين الشكل لما نبدا نرسم فيه، ثلاثي باتجاه X 7.5 وثلاث باتجاه Y 6. بالنسبة لمواصفات المثال أو البيلدينج، بالنسبة للخرساني F برايم C 24 والستيل 420 كالمعتاد. الأحمال اللي على السلاب عندنا السوبر امبوزد ديد لود 4 واللايف 5، تمام، 4 سوبر امبوزد ولايف 5. وعلى المحيط الخارجي في جدار ثقيل، جدار حجر 21 كيلو نيوتن للمتر، تمام، اذا 4 و5 21 كاحمال. الاعمده كلها مربعه 0.5 0.5، الجسور ريكتانجل، تمام، صحيح هم في الديزاين اذا انكم فاكرين حتى بالتحليل احنا استخدمناهم ال وتي، تمام، لكن لو انت عملتهم ريكتانجل مش راح يكون في خطا يعني بالنمذجه بشكل عام او ايرور يعني يكون يعني كارثي بالتحليل. لذلك كسمبليفايد بروسيجر فبامكانك تاخذ الجسور ماشي ريكتانجل، فاخذناهم عرض 400 وعمق 600 والكفر 70، تمام. اذا الجسور موجودات باتجاه اكس واي داخلي وخارجي، عرض 400 وعمق 600 كفر 70. سلابي هذه تو سوليد، تو سوليد سماكتها 200 ملي وكفر 40. فلذلك الكفر هون بهمنا، ليش؟ لانه ايتابس راح يصمم سلابي، تمام، ساب بصمم سلابات، لكن ساب بصمم سلابات بعطيك خطوط كونتور كالوان، هون بعطينا ستريبس عادي وكثبان يعني كتصميم نهائي. ارتفاع الطابق الواحد 3.5 وعندنا طابقين، تمام. استخدموا فيكسد سبورت. طبعا بالنسبه للسبورت بغض النظر ساب ولا ايتابس ولا اي برنامج في الدنيا، السبورت دائما بيعتمدوا على الفوتينجز، على القواعد الستراكشر، يعني الستراكشر وين قاعد. فلذلك عاده اذا كان البناء قاعدته مات فاونديشن، يعني فرشي، يعني قاعدي على كامل المساحه، لذلك بيكون نهايه الاعمده فيكسد. ليش؟ لانه فكر يعني المات فاونديشن بتكون خميلي، تمام، فلذلك العمود بيكون تحت ما بيقدر يلف يعني بسهوله، لذلك بامكانك تعتبر انه سبورت فيكسد. بالمقابل اذا كان في عندك مثلا سنجل فوتينجز، سنجل فوتينجز، امامك خيارين، الخيار الاول تخليهم فيكسد،
عادي جدا. بالمقابل لما بدك تعمل ديزاين لازم تاخذ الاكسل فورس اللي هو الكومبريشن، ممكن تنشن اذا زلزال معين مثلا. لذلك القواعد بتصممها انت للكومبريشن ولا ام اكس ولا ام واي، يعني بشكل عام كله. او بامكانك تعمل السبورتس جميعهم بالنات، لكن توصل بيناتهم بجسر ربط، وجسر الربط هو جسر عادي. يعني بامكانك تعمل ريبليكيت بلغه ساب مثلا او اي تابس، ريبليكيت للجسور اللي على ليفل معين الى ليفل زيرو لليفل القواعد. لذلك تقدر تشبك جميع الجوينتس سبورتس في جسور، تمام، والجوينتس نفسها تعملها بالنات، فهذا يكافئ تقريبا فيكست، تمام. بالنسبه للود كومبينيشنز عادي زي ما بتعرفوا 1.4 ديد 1.2 ديد 1.6 لايف، ما دام بدناش تصميم زلزالي لفريمات اوردينري. وانت الاصل حاليا فهمت شو معنى اوردينري وانترميديت وسبيشال، سواء كان في المختبر او سواء كان ايش في التشابتر الاخير في الزلازل، فكنا الفروقات هي بالدكتوريتي. لذلك الانترميديت راح يكون في كومبريشن ستيل حتى لو مش لازمك في المومنت، يعني الاوردينري ما بحط كومبريشن ستيل اذا كان لازم، اما الانترميديت لازم او مش لازم في كومبريشن ستيل، والسبيشال ايضا لازم الكومبريشن او مش لازم بيحط كومبريشن ستيل بس اعلى من الانترميديت. فلذلك الكومبريشن ستيل هو برفع الدكتيليتي مع تكثيف كانات زي ما درسنا. طبعا مفهوم مطلوب نعمل ديزاين لكل شيء. يعني موديفايرات انت عارف الجسور بامكانك تعملهم 0.35، والاعمده بامكانك تعملهم 0.7. في ملاحظة عامة على الأعمدة إنه كيف تميز بين عمود وبيم، يعني مش شرط كلمة عمود إنه إشي واقف يعني. فلذلك عادة في المواصفة إذا كان الأكسل لود على منبر أعلى من 0.1 F برايم C area gross هو يعتبر كولوم، أما إذا كان الأكسل لود على منبر بغض النظر كيف شكله واتجاهه أقل من 0.1 F برايم C area gross بإمكانك تعتبره إيش بيم. فهذا كان إذنكم ركزتوا في أكثر من طالب سألني في المشروع ليش مثلا أعمار أقول 10 طوابق يطلع مثلا الطابق الأخير تسليحه أعلى من اللي تحته مثلا. هذا وارد ليش؟ لأنه الطوابق المتكررة المومنتس على الأعمدة جايات من طابق، وهذا الطابق مربوط بكولومز أبوف وكولومز بيلو، لذلك المومنتس بتوزعوا على الطابق الفوقاني والتحتاني، لذلك المومنتس بيكونوا أقل. لكن في الطابق الأخير جميع المومنتس الموجوده في السلاب او البيمز ان جنرال باخذها بس الاعمده التحاته، لذلك المومنت في الاعمده الفواقه بيكون اعلى من المومنت اللي في الاعمده اللي منهم لتحت. لذلك اللي بحكم المومنت، لذلك بتشوف انت الاريا اوف ستيل في الطوابق العليا في الاعمده اعلى من السفلى او السفليه بسبب المومنت. فلذلك بامكانك انت عشان يعني تحل صح، طبعا لو تركتهم هيك يعني حديد كثير ما في مشكله يعني. اما انت اذا بدك الافضل انك انت بتقدر تشوف الاكسل فورسز في اخر طابق طلعت اقل من 0.1 اف برايم سي اريا جروس، فبتقدر تغير الموديفايرات في الطابق الاخير للاعمده من 0.7 ل 0.35، يعني بيكون كانه طابق بيمز وكولومز 0.35، تمام. فهذه تعليقات عامه ماشي. طبعا هذا الحكي صح حكيته هون بشكل عام، سواء كان ساب ولا مانيوال ولا اي شيء، طبعا بضل العلم نفسه ثابت يعني. السلاب 2، لذلك بامكانك من شان الكراكس 0.25. فهذا هو التحليل. اذا اهم حاجه على اساس يعني ما نضلنا نرجع لنص الاكزامبل، يعني حطه في مخك على اساس انك تتخيل ثلاث سبانات 7.5 وثلاث سبانات 6، ماتيريالز 24 420، لودز 4 و5 سوبر امبوزد ولايف على الداير 21، اعمده 0.5 بيمات عرض 400 عمق 600 كفر 70، سلابتك 200 ملي مع كفر 40، والطابق 3.5 عندنا طابقين. هيك يعني اعتقد انه نص السؤال في مخك. فحاليا بدنا نروح على برنامج ايتابس نعمل نمذجه لهذه البنايه، تمام. طبعا الايكون تبع ايتابس، هاي برنامج ايتابس انا على اساس فتحته احتياط، فهي بعرفش بالنافذه مبين عندها او لازم نعمل لك نيو شير حاليا. فلذلك يا جماعة يا محترمين، هذه هي نافذة ايتابس، شايفين اوف في هون على الشمال ايكون على اساس شكله بيكون على الشاشة هيك. شاشة ايتابس حاليا عندكم دكتور لا تمام. هذا هو ايتابس، فطبعا بتقدر تنزله زي ما نزلت ساب يعني. بعدين انتم شباب صغار يعني، القصد انكم
يعني خبراء كمبيوتر، على صحبة جوجل تكتب إيتابس 2016 هذه النسخة، في بعده 2017 وفي 2018 و2019، يعني موجود آخر نسخة 2019، لكن زي بعض يعني. وهذه النسخة فيها علشان الزر اسمه ديتيلينج أو قائمة اسمها ديتيلينج، فبتعطيك الديتيلز. في الفيرجنز اللاحقة عملوا الجماعة برنامج مفصول منشان الديتيلينج يعني، فلذلك فأنا حاليا بستخدم 2016، لكن أنت بإمكانك تستخدم بدك يعني أحدث برجع لك، بس كله بالنهاية نفس الأشياء يعني. إذا هذه نافذة إيتابس، يعني هذه النافذة مباشرة لما أعمل كليك أو دبل كليك على الآيكون تبع إيتابس تظهر هذه الشاشة. تمام، انظر لهذه الشاشة دائم على أساس أنا برضو اتضلك يعني في مخك ساب. أول حاجة اليونتس كنت تتعلم في ساب، طيب اتطلع على الشاشة، حد شايف يونتس؟ ما فيش، إذا معناها فيش مجال غير تروح على فايل، تمام، ونيو موديل. فلذلك دائما أنت على أساس تعرف ساب تمام، ظل في مخك نفس الخطوات، بتلاحظ أنه الإشي لحاله مشى يعني. إذا إحنا متعودين على اليونتس، بتطلع هون فيش يونتس، معناها بدك تروح على فايل ونيو موديل، يعني فيش مجال غير هيك. لاحظ تفتح نافذة بعنوان موديل initialization، يعني بداية الموديل. لاحظ في الإيتابس في زر إشي زي هيك، يعني إذا حطيت عليه الكيرسر من غير أي ضغط يعني، بس بحط الماوس هون ماشي، بعطيني شرح معين. افرض نسيت حاجة بدك تعرف شو الإشي، لاحظ بعطيك أنت كتابات. لذلك أول خطوة أنت بتختار الخطوة الثالثة اللي هي يعني معطيات أو الديزاين كرايتيريا بشكل عام ككود كيونتس. إذا لاحظ إنه آخر نقطة، طبعا لاحظ إذا في أشياء سابقة بإمكانك تستفيد منها، لكن إحنا حاليا نيو موديل يعني. إذا use built in settings with، تمام، فتروح على الزر الثالث، لاحظ design units. فأنا هون عندي متريك SI، اعمل كليك هون، لاحظ في US متريك MKS وفي SI، فإحنا بنشتغل على SI. لاحظ هون ستيل ستيل، إذا أنت بتعمل ستيل ستراكشر بتروح على هذا الزر وهذا يعني. لذلك أنت هون بهمك الكود يعني AISC، إذا حدا منكم حاليا بأخذ ستيل، إحنا متعامل مع AISC، لذلك بحكي لك الستيل مثلا AISC. فإحنا هون مش ستيل، ما لناش علاقة بستيل، كلمة ستيل ستيل ما لناش. إذا إن علاقة بديزاين يونتس هاي متريك SI، وإن علاقة بكونكريت ديزاين كود. أنا مثلا بدي 2011، بدك 2014 برجع لك، ما كله بالنهاية واحد. 2019 لسه مش موجود، أما إيتابس 2019 في كود ACI 19. إذا هذه الخطوة الأولى يا جماعة يا محترمين، يونتس وكود. أي أوكي، فتحت نافذة، تمام. بهذه النافذة لاحظ شو مكتوب عنوانها New Model Quick Templates، فبإمكانك أنت تستفيد من أشياء جاهزة. شايف يعني مثلا هون مكتوب ستيل ديك، هي ستيل ستراكشر، هي مثلا تراسز، هي فلات سلاب، شايف جاهزة. في فلات سلاب وذ بريميتر بيمز مثلا، في وفل سلاب جاهزة، في تو واي وذ ريبد سلاب. لاحظت؟ بس احنا بنبنيه من الصفر علشان نتعلم، لذلك رايحين نشتغل على جريد اونلي، وهي باي ديفولت لاحظ بتكون معلم هذا الزر يعني، لذلك جريد اونلي. هذه المسافات زي ساب، فلذلك إذا الشكل منتظم بتروح على الأشياء اللي جاهزة، وإلا بتروح على إيش؟ Custom Grid Spacing، يعني عمل كليك على Custom Grid Spacing، بتفوت على Edit Grid، تظهر نافذة زي ساب عادي، بتقدر تدخل Spacings وبتقدر تدخل تراكمي Ordinates. نفس الكلام لاحظ هون في الإيتابس على أساس له علاقة في المباني، مكتوب هون Grid Dimension XY، ومكتوب هون إيش؟ Story Dimension. لذلك عنده الزد هي ستوري، ليش؟ لأنه هذا إيتابس مخصص للمباني، لا يعني أنك تعرف تعمل عليه مثلاً إشي مش مبنى، تكبر يعني، لكن هو مصمم ليفلز اللي في زد يسميهم ستوريز. لذلك إحنا مثلاً البناية تبعتنا grid dimensions number of grids in x direction، أربع جريدات، مش عندنا ثلاث مسافات، أي جاهزة أربعة. number of grid lines in y direction برضو أربعة. Spacing of a grid in X 7.5، إذا أنكم فاكرين. Spacing of a grid in Y هي 6 متر، إذا أنكم فاكرين.
إذا لاحظ هذه المسافات عشانها منتظمة، مش منتظمة عادي، يعني بتروح على افرض أنا رحت حاليا على كاستم وعلى إيديت جريد داتا، شايف زي ساب، في عندك سبيسينجز، هاي سبيسينج اللي هو 7 ونص 7 ونص 7 ونص، تقدر اد تقدر ديليت زي قبل، فهذا الاكس هذا الواي، ماشي؟ إذا نفس صح كشكل أكيد مش حرفي، لكن ان جنرال نفسه، فالاكس جريد داتا والواي جريد داتا تراكمي الديسك سبيسنج برجع لك يعني. اي اوكي. تمام؟ او بنرجع طبعا هسه حاليا شغال يعني المسافات مضبوطات، او بنرجع على يونيفورم. طبعا اذا رحت على يونيفورم برجع لك اياها المسافات باي ديفولت يعني. هاي 7.5 وهي 6. فاذا يا جماعه يا محترمين تقدر تروح على يونيفورم، تقدر تروح على كستم اللي عاجبك اللي بدك اياه، هي 4 و4 وهي 7.5 وعندنا هي 6. بالنسبة إلى ستوري دايمنشنز يعني بالزد، كم طابق عندنا؟ شايف بحكي لك دول طوابق طابقين. البوتوم ستوري هايت، قديش ارتفاع أول طابق؟ 3.5. قديش ارتفاع الطابق المتكررة؟ نفس نحن 3.5. افرض كل طابق شكل، أيضا شو بتروح؟ على كاستم ستوري داتا. إذا إذا الجريدات منتظمة بتشتغل على الموجودات أمامك، إذا الجريدات غير منتظمة تروح على كاستم جريد سبيسنج وكاستم ستوري داتا. هناك في ساب كانت نافذة واحدة تعطيك الاكس واي وبتعطيك ايش؟ الزد. هون نافذة لحالها على البلان، هو راحت في مكتوب بلان كبنايات بلان اكس واي. هون لاحظ ستوري لو زد. هذه النافذة فيها اي سؤال؟ اذا بشكل عام هاي المسافات باتجاه اكس واي وهذه المسافات باتجاه زد باختصار. هاي احلى اوكي. تمام، هذا الشاشه بيانات عندك. لاحظ في ساب في الايتابس في نافذه هون انك بامكانك تشوف الانبوت داتا او الات او الاوتبوت داتا. احكي رامي. حسب باخذ عدد الطوابق الجريدات صح؟ عدد بالنسبه لزين؟ اه صحيح. هسه لما تحكي طابق عامل ثلاث جريد لاينز، يعني اذا انك شايف شايف الشكل هذا اللي على اليمين، لاحظي ثلاث جريد لاينز عامل زد، فهو لحاله بفهم، يعني احنا عندنا طابقين بس بنكتب له طابقين فهو بيعمل ثلاث جريد لاينز. فهون الاصل عامل زد صفر وزد ثلاثة ونص وزد سبعة. تمام؟ تمام. لاحظوا هون، خلينا نصغر شاشة 3 دي، بهمنا احنا البلان احسن. لاحظوا كيف شكله. هاي عندك A B C D، هاي عندك 1 2 3 4. لاحظ كاتب المسافات، شايفين هنا 7 ونص 7 ونص 7 ونص وهي 6 6 6. تمام. طبعا الدايمنشنز بامكانك تخليهم، بامكانك تشيلهم زي الزر اللي هو الصح اللي كان في ساب. هاي زر شايف في دايمنشنز هون، اذا مش عاجباتك هاي دايمنشن لاينز اعمل كليك عليهم خليهم يطيروا. هاي اوكي راحوا يعني. اذا هذا يا جماعه يا محترمين شاشة ايتابس. فهذا البلان وهذا 3 دي، طبعا بامكانك تبدل زي ما بدك زي ساب يعني. حط كليك هون فهذه النافذة الفعالة. مكتوب هون ستوري 2 إذا حدا شايف، ما بعرفش الخط الصغير عندكم ببين مليح هيك ولا كيف؟ مبين دكتور. تمام، فلذلك هون ستوري 2. في أسهم زي ساب، انزل شايف كتب ستوري 1. انزل كتب بيز اللي هو زد صفر. تمام، انزل طبعا مفهوم برد يكرر يعني ستوري 2 زد 7. فلذلك هون لاحظ الازرار عندك 3 دي وبلان، هناك اكس واي بدل البلان. هون اليفيشن، اليفيشن يعني بشكل عام واجهه. فلذلك هناك شو كان؟ اكس زد واي زد. فلو رحت على كلمه على ضغطت على بلان لاحظ شو مكتوب؟ بيز وستوري 1 وستوري 2 بلان. تقدر تطلع وتنزل اما بالاسهم او تنقي مباشره، بدي انا ستوري 1 اوكي. هي كتب ستوري 1. ايضا بدك الاليفيشنز تشوف محور واحد، محور اثنين، ثلاث، اربعه، اي بي سي. اليفيشن شايف اعمل كليك على اليفيشن ظهر طلع اي بي سي دي 1 2 3 4. بدك جريد لاين مثلا دي، اختار دي اوكي. لاحظ ايضا شايف شو بكتب في الزد؟ بيز ستوري 1 ستوري 2. فلذلك الايتابس بشكل عام نفس شركه السي اس اي هو تطوير على ساب. تمام، على اساس انه يكون للمباني. اذا يا جماعه يا محترمين
فهمنا الله أعلم هذه الأشياء، نرجع على بلان وعلى الطابق الأول عشان نرسم الأشياء في الطابق الأول كالمعتاد وبنكررها. نعمل كليك على سيف بلاش يصير إشكالية معينة. كليك على سيف. أنا بدي أخزنه طبعاً، بعمل يعني أنا عندي سابقاً يعني فولدرز بشكل عام مرتبين، وهي عندي خرسان اثنين، وهي إتابس إكزامبلز. طبعاً في إكزامبل السابقة أنا هو بدي أعملها هي ريفيجن فور، يعني عندي سابق إشي يعني. فإذا خزننا كالمعتاد. هذه النافذة بتحتاج شاشة كثير مثلاً، أنا بالنسبة لي ما بستخدمهاش، لكن في إذا بتتعود عليها بصير يعني. أصغرها شوي عشان الشاشة توسع عندك. هاي يصير. إذا الجريد لاينز جهزت. افرض في تعديل على الجريد لاينز بترجع زي قبل. يعني في الإيديت، إيديت هنا، هناك ديفاين في ساب، إيديت، وهي إيديت ستوريز أند جريد سيستمز. إحنا فيش عندنا تعديل، لكن تحب تعدل من هون، شايف؟ هاي مثلا جريد سيستم، هاي موديفاي. شايف هاي النافذة اللي قبل شوي صغيرة كانت معنا، تقدر ترجع تعدل، افرض نسيت محور. أيضا ستوري، هاي موديفاي. شايف هاي الطوابق. طابق شايف بيز، ستوري 1، ستوري 2، 3.5، 3.5. فعدل الارتفاعات لحاله، الإحداثيات التراكمية بتتغير. ماشي الوضع؟ هاي كانسل أو أوكي مش فارق. إذا يا جماعة يا محترمين، إحنا رسمنا الجريد لاينز زي ساب، بنكمل لك ديفاين ماتيريالز إلى آخره. هاي ديفاين ماتيريالز، لاحظ ماتيريال بروبرتيز. في أشياء جاهزة استغلها، ف 4000 بي اس اي اعمل كليك عليه وأد كوبي أريح لك. طبعا عندك النيو برجع لك. فزي ما بتعرفوا لازم الواحد يكتب أسماء معبرة، ودائما كابيتال ليترز كهيك يعني أحسن، بس طبعا مفهوم مش شيء مهم يعني، لكن كنوع من الترتيب. أنا عندي كونكريت هي سي 24. المادة كونكريت كالمعتاد تشبه نافذة ساب. السبيسيفاي ويت دنسيتي، بعدين هون في فروقات معينة قضية اليونتس. لاحظ هون اليونتس كاتبها بجنب كل صندوق، كل بوكس تكتب فيه مكتوب. تمام؟ هناك في ساب إما بتعتمد على اليونتس الأصلية أو بتقدر تغير، كان في نافذة إذا فاكر. لذلك إحنا اليونت ويت قديش؟ هي 25. تمام؟ اليونت ويت 25. مودولس اوف الاسيستي 4700 جذر في برايم سي، بتطلع 23000. فيش داعي لا ثلاث اصفار قدامها، ليه؟ هي ميجا باسكال جاهزة. تمام؟ بوزنز ريشيو 0.2 للكونكريت. تمام؟ بالنسبة لإف برايم سي ديزاين بروبرتي داتا، ديزاين بروبرتي داتا هي كليك هون، بدل 27.58 الموجودة شو بتحط؟ 24. هاي اوكي. نرجع اتاكد كونكريت 24. اذا هذه النافذه حطينا سي 24، حطينا 25 كيلو نيوتن للمتر المكعب يونت ويت، حطينا المودولس اوف الاسيستي مهم جدا في التحليل وفي الديفليكشن، صح؟ واف برايم سي واحلى اوكي. اذا صار عندنا ماده اسمها سي 24. طبعا بتحب تدخل على الستيل تعدله بدل 414 تلقائي تحط 420 بصير، بس انا تركته 414. إذا define materials طاروا sections، هاي section properties، frame sections. بهذه النافذة أنت بتعرف ال columns وال beams كالمعتاد. بدك إيش تعدله هون بصير، أو add new برجع لك. هاي add new property، هاي النافذة concrete rectangle لحاله تلقائي، افرض مش لحاله دور يعني في تي في كذا إلى آخره، أو هاي أمامك كمان يعني، يعني في هون او امامك. فاحنا عندنا كونكريت ريكتانجل، كونكريت ريكتانجل كليك عليه تفتح نافذه. هذا مثلا الجسر، فاذا بيم هاي حرف البي شحطه، انا بالنسبه لي بحب عرض في عمق، اذا 400 في 600 طبعا برجع لك بدك بالعكس. ماشي، اذا بي 400 ب 600، انت عارف انه هذا الكلام بس عشان تندل عليه وقت يعني ما بدك تقرا نتائج واشياء، اما مش مهم الاسم سميه احمد بصير، صح؟ الماتيريال 4000 بي اس اي، لا احنا عندنا سي 24. اذا هي اسم معبر، هي عندك الماتيريال. هي الابعاد دائما اليونت تهتم فيها مش تنسى، شايف مليمتر مليمتر لحاله. اذا الويدث 400 ملي والدبث 600 ملي. تمام،
اذا الدبث والويدث موديفايرز زي قبل طبعا، هاي موديفايرز منشان الكراكس تاخذهم بعين الاعتبار، هاي 0.35 و 0.35 هذا سيكندري دايركشن وهذا الميجر المومنت اباوت 3 الميجر هاي 0.35 فكلهم زي بعض. طبعا بتحب تخفض ماس ويت بحيث الدبث اللي نازل تحت السلاب على الدبث كامل ما عندي مشكله طبعا، برجع لك انا بحبش اعمل موديفايرات للماس والويت مش شيء خطير يعني، لذلك هي اوكي. ايضا رينفورسمنت لانه هذا الشكل كولوم، لما انت تشوف ريكتانجولار سيكشن او سيكشن في قضبان هيك دوائر يعني تمعرف كولوم، فلذلك رينفورسمنت كالمعتاد زي نافذه ساب تروح لبيم. الكفر حسب نص السؤال 70. هذه الاشياء حاليا ما ناشيها. لوحه الستيل هو جريد 60 لكن لو دخلت عليه بتلاقي 414 زي ساب، انا بدي اتركه. اذا هاي الكفرات 70 70 وجسر، هاي جسر خير وبركه. اذا الاسم والماتيريال عرض 400 عمق 600 موديفايرات 0.35 رينفورسمنت هي بيم مع كفر 70. انا بحب دائما اراجع هيك الاشياء يعني، لذلك هذه النافذه معك صارت كامله هاي احلى اوكي، صار بيم معين. بدك اد نيو اد كوبري، هاي اد نيو للكولوم. ايضا كونكريت ريكتانجل، هاي كونكريت جاهز الاشياء، هاي ريكتانجولار سيكشن وبدنا نسمي كولوم سي هاي 500 ب 500. الماتيريال سي 24 كالمعتاد. الدبث والعمق في العمق في اكس يعني في البلان العمق في اكس. افرض انك نسيت وين اكس واي، حط ايضا طبعا احنا هون 500 500 مش فارقه، لكن اذا كان الشكل ريكتانجل فانت بتفرض انك نسيت انه اكس واي تجربه بالنهايه، فالدبث هو في اكس عاده والويدث واي، احنا مش كلهن نفس الابعاد، هي 500 وهي 500. فاذا هذا هو الكولوم. علشان تحصل على ديزاين سليم للكولوم يستحسن انك توزع القضبان بالطريقه الفاينل اللي هي ايش؟ اللي انت ناوي تسلح العمود فيها. كيف يعني؟ انه هذا ريكتانجولر وسكوير شكله، لذلك يستحسن انه الحديدات على الدائر يكونوا يونيفورم. هون مش يونيفورم، لاحظ في هون ثلاث قضبان في هذا الدايركشن، هذا قديش؟ طلع 5. اذا في الرينفورسمنت هذا بروبرتي موديفاير، فالتورجن هي 0.7 والمومنت اباوت 2 وهي المومنت اباوت 3. هاي الأعمدة وويت فيش داعي. إذا هذا الوضع رينفورسمنت كولوم بدنا إياه مظبوط. الكلير كفر 40 حسب الـ ACI 40. Number of longitudinal bars in direction 3 يعني عدد القضبان في هذا الدايركشن، شاف هاي كلمة 3 يعني باتجاه إكس، إحنا هون ثلاث، شاف هاي ثلاث مثلا 5 فصاروا 5 5، افرض حطيت 4 4 مش فارقة تمام، يعني 4 5 6 بس ما يكونش مثلا شيء قليل جدا او ملخبط. فلذلك اذا 40 و5 و5 البارز، هذه البارز لا يعني انك قاعد بتلقن البرنامج قضبان انه هو يستخدمهم، لا، لانك ما دامك عامل هون رينفورسمنت تو بي ديزايند، معناها هذه الداتا هو علشان يرسم لك المومنت اكسل فورس انتراكشن دايجرام، لانه اذا فاكر كل بار موقعه مهم جدا في رسم الانتراكشن دايجرام، لذلك انت بتقدر انه القطر 20 مثلا، قطر الاساور 10 مثلا تمام، فهذا باي ديفولت 20 و10 خير وبركه 20 و10 تمام. لكن وين انت باخذ القضبان هذه وبعطيك الكباسيتي او بعطيك الابلايد لود على الكباسيتي كفاكتور، اذا رحت على شو؟ رينفورسمنت تو بي تشيكد، يعني لو بدك انت بتفرض تسليح تمام. هذا الحكي مر عليك انت في احد احد محاضرات سابقا، فلذلك نفس الفكر. اذا احنا هون رينفورسمنت تو بي ديزاين، بدك عادي تشيك، انت حط حديد مثلا، وزع انت قضبان 1% فرضا، وزع القضبان وحطهم وخلي يعمل لك ايش؟ تشيك. فاذا اعطاك فاكتور تحت الواحد معناها اوكي، بس مش اعطيك فاكتور تحت الواحد مثلا 0.1 هو بيكون اوكي بس ايش؟ العمود ناصح جدا. لذلك اذا انت حطيت رينفورسمنت تو بي تشيكد وانت خليت البرنامج يعتمد هذا القضبان تمام، لذلك انت بتقبل مثلا كول من 0.75 ل 0.9 مثلا،
يعني بيكونوا قراب على الواحد. اما بصيرش تقبل 0.99 هو اوكي لكن على الحفه تمام، ولا تقبل مثلا 0.2 لانه هو اوكي لكن هو اوكي كثير يعني غير اقتصادي. فهذا الوضع يا جماعه يا محترمين. اذا هي اوكي، لاحظ كيف الحديدات مرتبه. اذا هون اسم معبر وماتيريال، وعندك الماده الابعاد بروبرتي موديفايرز والانفورسمنت. احكي رانيا دكتور بس كمان مره بالنسبه للي حكيته قبل شوي بصير تعيده بالنسبه للديزاين والتشيك مثلا. اه ماشي، بس احنا هون لما رحنا على reinforcement الزر اللي مضغوط عليه او selected reinforcement to be designed، يعني البرنامج هو راح يعطيك الاريا اوف ستيل. لكن البرنامج لما بده يعطيك الاريا اوف ستيل هو بعطيك اياه بناء على المومنت اكسل فورس انتراكشن دايجرام. ومن خرسانة واحد لما بدك ترسم مومنت اكسل فورس انتراكشن دايجرام بدك موقع كل بار. طب كيف البرنامج بده يعرف موقع كل بار؟ اذا لازم تعطيه ترتيب معين وقطر معين. لكن هذا هو فقط يعني برنامج ايتابس استخدم هذه الاشياء لمعرفه مكان كل دائره، مكان كل بار. اذا رحت على reinforcement to be checked فالبرنامج باخذ التسليح هذا حرفي. يعني لو احنا رحنا على reinforcement to be checked معناها عدد القضبان راح يكون زي ما انت شايف، يعني 5 2 2 2 5 بقطر 20 بهي اللوكيشنز وتعمل اوكي، برنامجك بيعمل ديزاين بس بعطيك فاكتور اللود على الكباسيتي. مش المفروض انه حتى يكون الاشي اوكي لازم اللود على الكباسيتي اقل من واحد ولا لا؟ فاذا اعطاك اقل من واحد معناها الكولم اوكي، لكن الاصل انك تقبل شيء قريب على الواحد. بتفكيري انا مثلا قول من 0.7.75 ل 0.9 يكون قريب على الواحد. 0.99 اوكي لكن على الحفه لانه شويه بصير اللود زي الكباسيتي. فانا رايي دائما خلي انت تكون بالسيف سايد كول 5% مثلا، لذلك 0.9 0.92 هيك شيء اقبله. ايضا اذا طلع الفاكتور 0.2 هو اوكي ايضا، لود على كباسيتي 0.2 معناه فاكتور اوف سيفتي ممتاز. لكن بقول انا انه هون ما في اقتصاد، فدليل انه السكشن ناصح او الحديد كثير، لذلك اقبل اللي بحكي لك اياه. تمام، طبعا هذا في ساب وفي تابس، يعني مش انه انا يعني على اساس لو انا درستك المختبر راح يكون نفس الكلام هذا، انا حكى في ساب كله زي بعضه طبعا. تمام، بس انا عشان بدرسك هون يعني اي تابس. لذلك يا جماعه يا محترمين هذا هو تعريف الكولوم. هاي الكولوم نعمل سيف بين فتره وفتره. نكمل لك اسلابي. هاي ديفاين سكشن بروبرتيز، هناك شو كان اسمها اريا، هون شو سماها سلاب. ايضا هناك الاريا بتعرفها للسلابه وللجدار. هون شايف اذا في عندك جدار وول، يعني اذا عندك جدار زي المشروع تبعك بتروح على وول، سلابتك تروح على سلاب. في سلاب وول تحت اريا. تمام، هون كنوع من التمييز زي ما ذكرنا من شان يعني البنايات. فالبنايه يعني مستحسن انك تسمي شيء وول شيء سلاب كترتيب عمل. يعني احنا نروح على سلاب. باي ديفولت في اشياء بدك اد نيو اد كوبي اللي عاجبك، او روح على سلاب 1 اد كوبي تريحنا شويه. طبعا برجع لك انت، طبعا اد كوبي كالمعتاد. هي اس وسماكه 200 ملي، الماده سي 24، الموديلينج زي قبل ثن وممبرين وكذا. الثن انت عارف انه الدقه للثيك، الثيك تاخذ الشير في الستيفنس ماتريكس، اما الثن تاخذش الشير. إذا أخذت أنت ثيك بيكون أفضل، لكن أخذت ثين بتريح البرنامج من حدود معينة بالستيفنس ماتريكس بحيث الرن بيكون أسرع يعني. بعدين الدقة مش متأثرش كثير ما دام فعلاً عندك مساحة كبيرة وثيكنس قليل. فلو تركتها ثين ما عندي مشكلة، تركتها ثيك ما عندي مشكلة. النوع سلاب وسماكتها 200 ملي جاهزة. في نقطة معينة هون في البرنامج هذا إذا عملت كليك على كلمة سلاب شايف مكتوب دروب بانل، مكتوب ريب، مكتوب بافل. هسه لو دخلنا على ريب فرضا، روح على ريب شايف بعطيك هون، يعني فيش داعي هون تعمل موديفايرات للريب والبافل. موديفايرات زي ما كنا اذا انكم فاكرين اي على اي، اي على اي، شيء زي هيك، هون جاهزه. فهون بعطيك الريب نفسه، شايف ريب بعطيك عمقه كامل، بعطيك قديش سماكه السلابي اللي فوق الطوب مثلا. بعطيك البي ويب من فوق من تحت،
بعطيك المسافه بين عصب والثاني. ايضا الاعصاب هذول او الربات هن باتجاه اكس ولا اتجاه واي، فاهمين علي؟ يعني هون اذا رحت على ريبت انت بتقدر تحدد السكشن اللي بدك اياه. هاي كانسل او مش مشكله، هاي موديفاي. ايضا اذا رحت على وفل، وفل هذه تو ريبت او وفل، لذلك شايف بعطيك نفس الشيء. اذا اي تابس هون في ميزه انه مثلا بالنسبه للسلابات الريبت او الوفل بيكونوا جاهزات، ما في داعي زي ساب تمثلهم سوليد تعمل موديفايرات. ماشي؟ اذا خلينا نرجع. اذا سلاب 1 هاي اد كوبي، اذا سلابتك اس 200 هاي الماتيريال سي 24 شيل ثن خير بركه سلاب 200. اوكي موديفايرات، هاي موديفايرز ما عليك غير تحط زي قبل، تقدر تحطهم 0.25 0.25 0.25، ونشرح شو معنى هذا سابقا. فاذا اثر الفليكشر نزلته انت للربع، تمام؟ هاي اوكي. اذا هذه النافذه خير وبركه، هاي اوكي. صار عندك اس 200 هاي اوكي. ظل في قبل الرسم شو ظل؟ لود باترنز لود كومبينيشنز كالمعتاد زي ساب، يعني ما في فروقات. هاي ديفاين لود باترنز، هاي لود باترنز. هون باي ديفولت في ديدو لايف، يعني ريحك من ديدو لايف. طبعا بتحب تحط سوبر امبوز لود مع الديد بصير، لكن انا بفضل دائما احطه لحاله اي اس دي. ليش؟ عشان تعمل تشيك، عشان تعرف انت وين خطاك. اما اذا خلطتهم مرات ما بتعرفش، لما بدك تعمل تشيك على شيء بتدريش انه هل هذا هو خطا بحساب مثلا سيلف ويت ولا خطا بحساب لود خارجي. لذلك سوبر امبوز بتحب تخليه ديد بصير، بس هون في سوبر امبوز لحال يعني. اذا اس دي سوبر امبوزد، اكيد السيلف ويت بنحطش في السوبر امبوزد، اذا صفر. اذا لاحظ هذه النافذه زي قبل، اذا في ديد ولايف سوبر امبوزد. في الديد شايف واحد، فاحنا مش رايحين نحط شيء خارجي تحت عنوان ديد، لانه احنا بدنا كلمه ديد هون ايش؟ سيلف ويت. هسا بجوز انتم مثلا في بازل من طالب مرات كان يحكي انه ما بزبطش شغله، ما زبطتش من احد الاسباب مثلا لخبطتك انت مثلا، يعني احد الاسباب انه انت بتكون ناسي لما معرف مثلا لود في مكان تركه ديد فرضا، يعني ممكن طبعا مش اكيد يعني، لكن بقول انه ممكن احد الاخطاء مثلا انك انت مختار اريا معينه ماشي وحاطط عليها تحت عنوان الديد كان قصدك سوبر امبوز مثلا يعني. فاذا هذا الوضع اوكي. لود كومبينيشنز طبعا اذا انك تركتهم لحاله البرنامج بحطهم تعرف، او انك تحطهم انت اي ديفاين لود كومبينيشنز شايف فاضيات، اما بتحطهم او اد ديفولت ديزاين كومبينيشنز. اذا رحت على اد ديفولت هو لحاله بفهم، بس بدك تختار اللي بدك اياه. احنا شو عندنا؟ كونكريت فريم ديزاين، صح؟ البنايه فريمات هي. وهون اذا تركتها هيك من غير كونفيرت تو اديتابل بيكونوا موجودات بس تقدرش تعدل عليهم. انت احتياط كليك لكونفيرت تو يوز كومبينيشنز اديتابل انك تعدل. طبعا هذا بس عشان رايحك فقط، اما انت حر تكتبهن من الصفر عادي او اتركهن برنامج لحاله بيعملهم. اي اوكي. دائما اعمل تشيك على كل شيء. الاولى موديفاي طلع عليها لينير اد مضبوط، ديد سوبر امبوزد 1.4 1.4، اي اوكي. الثانيه موديفاي 1.2 ديد شايف 1.2 سوبر امبوزد واللايف، صح؟ ممكن كهيئه يختلفن عن ساب من ناحيه يعني النافذه شوي، اما طبعا بدك تزيد تروح على اد. ايضا لاحظ هون تقدر تغير ايش بدك في داخلها، ديد مثلا بدك اياها لايف فرضا، فانت بتقدر تعدل من داخل هذا الكلام. فافرض واحد بده اد شيء ثاني، روح على اد بضلها ديد، روح على اد بضلها ديد، شو بتعمل انت؟ بتغير من جوا، تمام؟ اذا اختار هاي ديليت هاي ديليت، هي فقط ممكن بروسيجر ما يعني تغير شوي صغير. اذا ديد لايف سوبر امبوز هاي 1.2 1، اعمل كانسل على اساس ما تعدلش شيء. اذا هيها هاي موديفاي مره ثانيه مضبوطين، لازم تعمل تشيك مضبوط انت. اذا هيك يا جماعه يا محترمين كل شيء ديفينيشنز طار. الرسم لاحظ كيف الرسم راح يكون طبعا زي ساب لكن اسرع اسرع، والمش فيش داعي انك انت يعني تعقد نفسك فيها في الايتابس، يعني المش تلقائي بيعملها. بس دائما كقانون عام
اذا انت عملت مش مانيوال طبعا ساب برضه في اوتوماتيك، ساب في اوتوماتيك تمام، لكن ايتابس اوتوماتيك ماشي بشكل يعني معين. لذلك يا جماعه يا محترمين حاليا بدنا نرسم الرسم، طبعا انت حر بدك تبدا في سلابي، بدك تبدا في بيمز، تبدا في كولومز زي ساب، برجع لك طبعا مفهوم يعني. بالنسبه للاعمده، لو انا بديت في الاعمده فرضا، لاحظ هون لو بدك تبدا في الاعمده ايضا في ساب، شو المانع تعمل تروح على اكس زد واي زد وترسم الاعمده قبل، بصير. او تقدر تروح على بلان في ساب، تحط جوينت واكسترود جوينت تو فريم اليمنت اذا فاكر، هذا بصير. هون نفس الفكر، بس في فكر اخر يعني زياده، انه انت بامكانك ترسم على البلان مباشره الكولوم. فلذلك انا في الطابق الاول شايف ستوري 1 بدي ارسم كولوم، في زر هون، هذا الزر شايف، حط الكرسر عليه قبل ما تعمل كليك، مكتوب عليه كويك درو كولومز، اذا اكبس عليه زر الماوس الشمال كالمعتاد، تظهر نافذه هون. وسعها شوي عشان نشوف الاشياء احسن. فبروبرتي، البروبرتي بدك تختار الكولوم تبعك اللي هو ايش؟ سي 500 في 500 وكونتينوس مش ريليز، صح؟ اذا كالمعتاد زي ساب، بس ساب كانت تظهر النافذه مثلا في اي مكان على الشاشه. هون فرضا تظهر هون. طبعا بامكانك انك تحرك هذه النافذه برا برضه، لكن اتركها هون ليش تحركها؟ اذا البروبرتي سي 500 في 500. لاحظ لما انت تختار 500 في 500 حط الماوس هون. تمام؟ سي 500 ب 500. هاي الكولوم، تمام؟ فانت بدك ترسم، بس لاحظ كيف مرات البرنامج بيكونش هو طبعا اكيد صحيح، لكن لاحظ كيف مثلا مؤقتا اختفين هذول، طبعا خلل في البرنامج يعني. افرض انت نفسيا مش عاجبك، ارجع على اسكيب، تمام؟ ورد مره ثانيه. تمام؟ فلذلك تختار. فلاحظ انه يعني انا خرجت ورحت مش لسبب معين، لانه مرات شفت كيف اختفت بعض الاشياء يعني. اذا لذلك يا جماعه يا محترمين رحنا على هذا الزر، اخترنا الكولوم اللي بدنا اياه. لاحظ الماوس امامك شايف انا مش طابق فيه شيء. لاحظ في راس الماوس مرسوم المربع اللي بيشير للكولوم، صح؟ هذا الحكي ما كانش في ساب. لذلك هون تعمل كليك على الجوينت اللي بتحط فيها الكولوم. يعني مثلا في هون كولوم، هي كليك. شايف مجمل الكولوم؟ هيك هيك كليك، هيك كليك، او تعمل هيك اذا بدك اياهم كلهم، شايف بدك اياهم جميعهم هون. هاي خلصت سكيب زي قبل يعني. لاحظ هذه النعمه مثلا شايف ما كانتش في ساب، مظبوط؟ اذا لاحظ كيف هون يعني نفسيا انت هون شايف الكولوم، هناك في ساب بتشوفوش هون، بتشوفه الا بدك تروح على الاكس زد او الواي زد او 3 دي. هاي 3 دي شايف، هاي الأعمدين بينان لونهن أزرق، تمام؟ هون نهايتين حطن بن، اعمل كليك باليمين على 3 دي بنات، وحكينا قبل شوي بن فيكسد شو، هسا عشان تعمل هن فيكسد مش في ستوري 1 على البيز، صح؟ بدك تنزل. إذا هاي بيز زد صفر، شايف الجوينتس بينات، كليك يمين اي يو اكس يو واي يو زد يعني بنات، تختارهن زي ساب. هاي اخترناهن، هاي 16 جوينت مظبوط كالمعتاد، assign joint restraints، هاي fixed، هاي اوكي. دائما تأكد من اي نقطه بتعملها، كليك يمين، لاحظ هاي سن ست حركات ممنوعه. هاي 3 دي طبعا كله نفس الشيء يعني، هاي 3 دي، هاي ست حركات ممنوعه. نرجع لفوق، اذا هذا هو ايش؟ الطابق الاول. مليح؟ لاحظوا هذه نعمه انا شفتها يعني، انه احسن يعني يكفي هذه انك تشوفها امامك. هناك مرات ما بتدريش وين الكولوم، تقعد تشوف 3 دي، تقعد تشوف اكس زد واي زد. الجسور نفس السابق، هاي الزر هذا، طبعا هذا الزر برسم لك سريع اللاين، وهذا الزر برسم لك اللاين، لكن لازم تعمل كليك على تو جوينتس، صح؟ هون كليك على شو؟ على الجريد لاين نفسه. طبعا انت حر برجع لك ايش ما بدك. بدي انا كويك سريع، بدك تختار شو؟ هاي بروبرتي بيم، هاي البيم. حط النافذة هاي زر الماوس شايفه جاهز للرسم. أنا حاليا بس بحرك الماوس قاعد مش ضاغط على شيء، حط على هذا الخط، لاحظ كيف ببين لك كيف شكل البيم راح يبين معك.
انا مش ضاغط على شيء، بس مجرد بحرك الماوس عشان اورجيك يعني. تمام؟ فبدنا الجسر هون تحط هون كليك، او هيك تعمل، او هيك. طبعا هذا حكي في ساب كان، مش انه على اي تابس بس. تمام؟ هاي يا جماعه يا محترمين، بيمات في اكس، هاي بيمات في واي. تمام؟ هاي اسكيب، هاي 3 دي. خلينا احذف الجريد لاين ب 3 دي، كليك يمين وست جريد في سيستم فيزيبيليتي. ايضا شايف زي دف زي مربعات بدك تحذفهم، في زر هون نفسه اللي هو سيت ديسبلاي اوبشنز اسمهم هورايزون، هاي هون كليك هاي اوكي. فهي بنايتك 3 دي، هاي بنايتك 3 دي. تمام؟ فاذا يا جماعه يا محترمين، بين فتره وفتره سيف كالمعتاد. شو ظل؟ سلاب ده. سلابي برضه نفس الشيء، يعني اما تروح على هذا الزر اللي هو برسم لك اريا عشوائيه، فهون بتعمل كليك على مثلا، افرض عندك نيه ترسم سلابي دفعه واحده. في الاي تابس باي ديفولت بيعمل مشز داخليه. تمام؟ فلذلك لحاله بيعرف بعض الامور، يعني لو انا رسمت لك حاليا على هذا الزر وراح حطيت كليك هون بس، وكليك هون وكليك هون ودبل كليك هون، يعني بس اريا مربعه على كل الاستراكشر، نفس الشيء بحلل وبعمل مش لحاله داخلي. تمام؟ يعني هو لحاله داخليا ماشي بيعمل لك تقسيمات على هواء الجسور. يعني فيش داعي انه انت زي ساب تقعد انك تقسم الاريا على هواء الجسور. فهون دفعه واحده، او بدك تقليد بصير هذا الزر اللي هو برسم اريا بسرعه، اريا داخل جريد لاينز، فبرجع الى اذا رحت لهذا الزر اكتمل كليك في داخل النوافذ هذه. تمام؟ فالامر لك، بدك لهذا الزر تقدر تعمل كليك هون وكليك هون بحيث ترسم بانل، كل بانل لحال، وبتقدر ترسم العماره كامله. بدكم العماره كامله نرسمها، هي هذا الزر ماشي، وسلابتنا اس 200، هاي كليك هون هاي دبل كليك هاي اسكيب، خلصي. ما في داعي حاليا تروح تختارها وتختار البيمات ماشي وتعمل تقسيمات داخليه انه لازم يكون يعني هذا جزء وهذا جزء. طبعا كانشاءات لازم تجزئ، بس هو هون البرنامج بجزئ تلقائي. وامامك راح تشوف، انا هيني هون رسمت لك سلابي امامك ماشي، وبديش اعمل لها مش لانها باي ديفولت في مش، بس راح انا ادخل على قائمه اوتوماتيك مش اعدل حجم المش. اذا احنا هون المبنى جاهز، هي شافوا هي 3 دي. اللودز في عندك البيمات الخارجيات عليهم 21 سوبر امبوز. اذا هاي البيمات الخارجيات، حط اللود صرنا. طبعا انت عارف هون عشان نشرح بنطول شوي، لكن هو بشكل سريع بترسم. دائما لما تعمل كليك تطلع هون كم خط انت اخترت، هون مكتوب 12 فريم سيلكتد، مظبوط ان 12 صح؟ 12، لانه مثلا مرات بجوز واحد يغلط يقول انا بدي اعمل هيك بختار الجسور، بس المشكله لو عليك عم تجرب اعمل هيك على اساس انك تختار الجسور بس. طب طلع كم منبر كتب؟ 24. شو جابنا هذول؟ معنى اختار برضه الاعمده. فلذلك بدك تنتبه يعني، هاي اسكيب. اذا بصيرش هيك تقول انا اخترت الجسر. شايف هون اشوف مكتوب 7، 4 عمدان و3 جسور. اذا بدك تنتبه. طبعا بصير هيك. لو حتى اخترت سلابي معاه بتفرقش، صح؟ طبعا هذا زي ساب برضه، هون ساب نفس الشيء، بس ساب اذا عملت كليك على، اذا عملت مستطيل على كلهن بختار بس الجسور. هاي مكتوب قديش؟ 12 فريم، معناها مضبوطين. كالمعتاد اساين فريم لودز ديستريبيوتد. سوبر امبوز بدك تنتبه، ما تغلطش لانه بتخربش في بعض الاشياء. و 21 هاي اوكي. شايف هون هي كتب لك 21 على كل خط انت اخترته. سلابي كليك مره واحده بس، شايف اخترتها كامله بفواحده. سلابي اساين
شيل لودز يونيفورم ايضا سوبر امبوزد اعتقد اربعه كان صح؟ هاي سوبر امبوزد لود اربعه ماشي هاي اربعه اذا سوبر امبوزد لود اربعه وجرافيتي هاي ابلاي بريفيوس سيلكشن او كليك مره ثانيه شو بتختار؟ الاي قديش؟ خمسه هاي ابلاي هاي اوكي دائما اعمل كليك على اعمل تشيك على نفسك هاي كليك يمين لود هاي كتب لايف خمسه وسوبر امبوز لود اربعه اساينمنت سلاب 200 جيومتري مساحه هذا الدار شو 405 شايف هاي توتال اريا 405 متر مربع هاي سنترها سنتر الاريا سنترويد اللي لها هاي 11 ربع في اكس و9 في واي محيطها بريميتر 81 اذا بدك شيء ما يعني كليك على undeformed shape هذا الشكل اي سيف احنا خلصنا هيك حجم المش كيف تحددها تروح على analyze و automatic mesh settings for floors هو by default 1 ربع كثير 1 ربع هاي 0.5 ماشي هاي اوكي في اي سؤال هي خلص التحليل هاي كليك احكي راني دكتور في حال كان عندنا قوس او مساحه مثلثه نفس الشيء المش بتنعمل لحالها ولا صحيح. زي الساب لحالها تمام يعني اي شكل بدك اياه ايش بدك لحاله بيشتغل تمام طبعا افرض يعني طالب بده زي ساب يشتغل برضه بصير معروف يعني يعني افرض انك بدك تقسم زي ساب بصير بس راح اقول لك شوي بعد شوي يعني للاسف تقدرش تعمل مش زي ما بدك في ايتابس مانوال راحين نشوف انه لو عملت كليك انت باليمين كليك على اريا وزي قبل يعني ايديت ديفايد اريا النافذه تبعت المش حجمها صغير ما فيش فيها اوبشنز غير حد ادنى فما فيش فيها مثلا اوبشن انك تعمل ديفايد نصف نص مثلا طب ما اذا ما دام فيش في هذا الخيار مشكله فيها بس خيار بشكل عام انك تقسم اريا على هواء الجسور وفيها خيار اذا اخترت اريا قديش عدد المربعات في اكس وعدد في واي بس هذول الاشياء طب هل هذه بتنفع 100% علشان تعمل ديفايد لاشياء مثلا مثلثه ولا اكواس مزبوطش لذلك اذا مهندس بده يعمل مش بالإيتابس عادة بالأوتوكاد الأوتوكاد بترسم الأعمدة ماشي و... والبيمز والسلابي وبتعمل مش بعرفش تعرف تعمل مش الأوتوكاد ولا لا وبتعمل مش بالأوتوكاد وبتجيبها على إيتابس فإحنا هون حللنا كالمعتاد نقرأ الديفليكشن ماشي نقرأ الديفليكشن في السلابي هذا الزر شايف تبع الديفليكشن هاي شو ديفورم شيب زي قبل هون لاحظ الكيسز والكومبينيشنز قال كل واحد يزر لحالها احنا مش فارقه معنا طبعا يعني فلذلك يا جماعه يا محترمين طبعا برضو المود انا عامل مود اناليسيس لانه ذنكم انتبهتوا ما رحتش اعمل دون ترن وكذا مباشره عملت ترن المودز عشان يعمل لي اعطيك ايش البيريود زي تشابتر اللي درسنا فيه الزلازل هاي الكيس الديد لود وبدنا خطوط كونتور يوزد زي قبل يعني هاي ابلاي هاي حرك البتاع هون كيف هالوضع زي قبل حط كيرسر هون مثلا هاي يو زد ناقص 8 ملي لاحظ لحاله مثلا كتب لك ديسبليسمنت ملي لانه عارف انه ديسبليسمنت ارقام صغار فاليونتس لحاله بيعملها ملي لاحظ هاي 8 ملي شايف هاي هون 5 ملي بس دائما بتحط في مخك اشياء انه دائما الكورنر فيه ديفليكشن ازيد صح هي ناقص 8 ناقص 7 ونص ناقص 5 تمام كفكر ما صحيح ليش لانه البنل اللي بتكون داخليه ممسوكه من اربع جهات لذلك الاربع جهات برفعوها يعني الديفليكشن بكل اما الكورنر هذه فالتي من هون فالتي من هون صح لذلك بيكون الديفليكشن فيها ازيد اذا هذا الديفليكشن ايش داعي يعني
بتضيع وقت كثير على شيء انت بتعرفه من قبل، يعني زي ساب يعني. افرض بدك مثلا لايف سوبر امبوز فرضا زي قبل، ابلاي حط الكيرسر هون مثلا، هاي 7.5 ملي، روح لللايف هاي ابلاي تمام، هاي 7 ملي بيشبهوا بعض ماشي عمو. افرض بدك لود كومبينيشن، طبعا تكون عامل مثلا اللونج تيرم فرضا، لكن افرض اجعبالك من الالتيميت، افرض هاي يو دي كون تو هاي ابلاي، طبعا تلزمناش التيميت انت عارف، لكن افرض بدك تقرا هاي 30 ملي ماشي الوضع هاي اوكي. لذلك يا جماعه يا محترمين هذا الوضع. هسه افرض بدك تجيب البيريود، انت البيريود البيريود لو رجعت للديفورم شيب بس مودز، هاي المود الاول ابلاي، طبعا بهمكش هذا، طلع على البيريود قديش 0.24 سكندز، شايف البيريود من المود الاول من الحركه الاولى. لو تروح ل 3 دي عشان تشوف هاي 3 دي والمود الاول، اعمل ستارت انيميشن زي قبل، تشوف زي ساب تشوف الحركه الاولى او الحركه يعني اضعف حركه في الاستراكشر، طلع كيف الاستراكشر بيمشي. مثلا نعمل كليك هون، طبعا هذا زي ساب يعني معروف يعني ساب هيك، في زر هون نعمل كليك هون، هاي المود الثاني قديش البيريود في الاتجاه الثاني 0.23، فالبيريود في واي 0.23 سكند، البيريود في اكس كانت 0.2 تمام. لاحظ كيف البيريود يعني الحركه بروح برجع في قديش ثاني تمام. هاي ستوب انيميشن، هاي كانسل اندي فورم شيب، هاي بلان ستوري 1 اوكي. طبعا احنا عاملين ستوري واحد صح، فك القفل لستوري ثاني، هاي فك القفل. بدنا نعمل الطابق الثاني، الطابق الثاني زي قبل تعمل سيلكت اول او سيلكت وسيلكت وستوريز تمام، سيلكت ستوريز، فاختار ستوري 1 هاي سيلكت، اذا اخترنا الستوري وريبليكيت زي قبل ايديت وريبليكيت، بس ما في زد شايف هون في ستوري، بدك تعمل ريبليكيشن لا هذا على الطابق الثاني، هي اختار الثاني هاي اوكي. لاحظ هي عمل لك العماره ايش طابق منيح عمو، تعمل رن مره ثانيه هاي التحليل طار، هاي ديفليكشن مره ثانيه من مثلا ديد لود هاي ابلا، وبدنا الحركه في زد نشوفها هاي يو زد هاي ابلا. لاحظ المش كيف هي مقسمه ولا لا، فهي حط الكيرسر زي قبل يعني. إذا أنت بهذه الطريقة يعني الأشياء اللي هذا تعلمتها أنت تعلمتها في ساب سابقا يعني. نشوف المومنت في سلابي حاليا، هي هذا الزر أو بتعرف من ديسبلاي شو فورسز وهي شيلز، من الألتيميت والكومبينيشن الثاني 1.2 ديد زائد 1.6 لايف ام 1.1 هي أبلاي، هذه المومنت فيكس. طبعا هذا زي ساب خطوط خطوط كونتور، يعني لما بدك تسلح مثلا المنطقه الوسطى مش بطريقه كولوم سرب من السرب، شوف الكيرسر هون 22 كيلو نيوتن متر، هاي 21 هاي 36 هاي 20 هاي 40، طبعا احنا بسرعه بنقرا، لكن طبعا بتقدر على السنتر بتقدر ترجع على الفيس للجسر، يعني الجسر عرضه 0.4 بالتقريب، اذا هذا الخليه نص اذا هي هون هاي 33. طبعا بصير نسلح بهذا الكلام، بصير سكشن كات، انت خبراء سكشن كات، طبعا نفس الشيء سكشن كات هون زي ساب يعني. اذا ام 11 هي مثلا في 13 شير، هذا الشير علشان تشوف مثلا شكل الشير منطقه ولا لا، شكل المومنت منطقه ولا لا ماشي، بامكانك عادي تعمل سكشن كات بس عشان الشكل على الاقل، افرض بدكش يعني تقدر تعمل سكشن كات مشان القراءه، هي درو سكشن كات، اعمل هيك رفلي مثلا، هاي رسمه شير فور زيجرام
عشان يكون الإشي داخل مخك يعني. هاي مثلاً M11 لو رجعنا لها شوي، هاي درو. أنا بديش أقرأ بس أورجيك السكشن، لأنه القراءة أنت خبير قراءة من ساب نفسه. أنا هذا السكشن قرأت بس عشان أورجيك شكل المومنت فقط، كيف منطقي ولا لا؟ منطقي طبعا. ما تصيرش تقرا ارقام هون غلط، احنا تعود تعرف الارقام سكشن قط بالعرض مش بالطول. هذا بس عشان ايش؟ اورجيك الشكل تمام، ما لك في الارقام هون غلط يعني. هذا هو الشكل. فاذا يا جماعه يا محترمين، هذا الحكي انت بتعرفه اصلا من زمان. احنا بنكملك المحاضره الجايه، بس اقرا لك رسمه المومنت في البيمات بس. المره الجايه ان شاء الله اسبوع اللي هو اليوم الثلاثاء تمام. احكي رانيا. دكتور بنعمل تشيكس ولا لا؟ وين هون؟ بالإيتاب بشكل عام يعني. وكل زي بعض عفوا يعني، احنا لما المدرس يقول لك اعمل تشيك على الاشياء تمام، هو فقط هسه شو الهدف من التشيك؟ انك تتاكد انه البرنامج انت مش ملخبط في شيء، صح؟ يعني هل مثلا يعني هل هو من ناحيه علم لازم نعمل تشيك؟ اكيد لا، مظبوط ولا لا؟ بس ليش احنا بنعمل تشيك؟ علشان نتاكد انه احنا مش ملخبطين في شيء بس، صح ولا لا؟ فلذلك انت لما مثلا تشوف قديش مساحه هذا الدار تضربها بخمسه في عدد الطوابق عشان تشوف اللايف لود، وتروح للديسبلاي شو تيبلز وتشوف رياكشن، بس انت عشان تعرف انك مدخل اللود صح ولا غلط يعني تمام. فبس هذا السبب طبعا مفهوم يعني. وفي الديزاين مثلا لما اعطيك الاير اوف ستيل لمومنت 1000 ملم مربع، على الاقل يعني بينك وبين نفسك اقرا مومنت وبالاله حاسب، مش شرط تكتب بالطقها طبعا. في التقرير احنا طلبنا منك تكتب عشانك لساتك تلميذ، اما بعد ما تتخرج مثلا وبدك بدك تعمل بنايه ديزاين، ممكن على 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 ورقه خرابيش يعني، مش انك تكتب على الورد تمام. بس لازم انه المهندس او التلميذ بينه وبين نفسه، لو حتى طقيت الحاسب الارقام من غير ما تكتب. اما تشيك الهدف انك تتاكد من انه الانبوت داتا صحيحه ام لا بس، اما مش فرض عفوا يعني. فطبعا هذا باي برنامج، مش بس ساب واي تابس او كذا، كله مفهوم زي بعضه يعني. فاذا هذا الكلام، المومنتس في الجسور، عشان اطول عليكم، المومنتس في الجسور طبعا زي قبل، لكن هون ببين لك اياه في البلان علشان افرض بدك تعمل برنت كذا بيكون احسن. لذلك هاي رسم، هاي المومنت زي قبل شايف، هذا زر المومنت، او طبعا ديسبلاي شو فورسز، هاي فريمز. بدنا لود كومبينيشن كامله مثلا يو دي كون 2، بدك المومنت وبدك فاليوز يبينوا يعني. هاي ابلا طلع كيف رسمه المومنت دياجرام، كيف هون على البلان تمام. يعني بدل ما انك انت تروح طبعا الخط بامكانك تكبر زي قبل، اوبشنز وجرافيكس بريفرنسز، هي مثلا 6 كول صح، شكلها بتختلف عن الساب شويه، اما الفكر بضل نفسه. هاي كبرنا لك اياها. فلذلك لاحظ رسمه المومنت دياجرام على البيم، بعدين لاحظ لحاله شو بعطيك على الفيس صح؟ شايف هذا كولوم وهذه سبان، طلع وين الارقام جايات على الفيس. طبعا لو بدك بتغير يعني، بس هون باي ديفولت طبعا برضه ساب بعطيك على الفيس اذا بدك، درسكم من مساعد بحث وتدريس ساب نفس الشيء، بس هناك بدك تدخل على شغله ما تعملها، لكن هون تلقائي يعني. هون اذا بدك ترجع على السنتر بدك تدخل على شغله ما يعني، بالعكس كان. لذلك هون بعدين الكود سامح لك على الفيس وسبورت تصمم مظبوط. فلذلك هيك شايفهن. طبعا اعمل كليك باليمين بيظهرش نافذه زي ساب، اذا فاكر ساب اعمل كليك باليمين، او حتى لا عفوا نسيت انا بجوز ممكن، هاي كليك باليمين ماشي بيظهر لك النافذه تمام زي قبل يعني. بدك انت الميجر، بدك الماينر الاتجاه الثاني، بدك الاكسل مع التورجن، شايف هاي التورجن دياجرام زي قبل، فر الماوس، بدك الماكسيموم بين لك تمام. فلذلك يا جماعه يا محترمين، هذه النافذه كنت تشوفها انت في ساب نفس الشيء، بدك لود كيس معينه، ديد لايف كذا الى اخره، هاي لايف لود، هاي الاكسيال، هاي التورجن، بدك الميجر تمام.
هاي ايضا رسمه الشير، وهي رسمه المومنت، هاي الديفليكشن، هذا الحكي كنت انت في ساب تشوفه حرفيا. تمام، بدك الاعمده طبعا فيش مجال تشوفهم غير بإليفيشن، ولا لا؟ هاي الفريم كامل. انا واحد هذا الشاشه ولا ساب ولا مش فارقه؟ فهذا الفريم اسهل دكتور. لاحظوا كيف يعني. بس مهم مهم جدا انك تنتبه لبعض الاشياء. طبعا هو خلاص تاخذ النتائج وتصمم، لكن في بعض الاشياء بدك تنتبه لها. طيب لو اطلعت انت على الشكل هذا، شايف رسمه المون دياجرام، طلع كيف راجع نص السبورت ماشي وراجع نص السبورت. خلينا نطيرها. يعني حطيت الكيرسر هون، انت هي امامك الاحداثيات، حط الكيرسر هون 6، حط الكيرسر هون قديش؟ 75 صح؟ اذا رجع 0.25. اذا قرأ على الفيس. طيب روح للكولوم شو بيسوي هذا الاستاذ؟ طلع مثلا هذا الكولوم في الطابق الاخير، شايف هذا الكولوم. طب شوف انت، طب ليش معطيك المومنت التحتاني على الليفل نفسه صح؟ طلع المومنت التحتاني على الليفل نفسه. طب طلع الفوقاني قديش نازل؟ طيب حط الكرسر هون، هاي زد 7، حط الكرسر هون، طلع قديش الرقم؟ 6.4. طب قديش نزل؟ 6 بالعشرة صح؟ طب شو 6 بالعشرة؟ عمق الجسر مظبوط. اذا انت بدك تركز عمه انه مثلا اي تابس باي ديفولت، طبعا بامكانك تغير، معروف يعني بامكانك كل شيء ترجعه على السنتر، يعني بقائمه اساين وديفاين زي ساب طبعا، واند اوف سيتس اذا فاكر، في شيء كان اند اوف سيتس اذا فاكر، فاكرين؟ لذلك انت بتقدر ترجع وتعدل الاشياء، تعملها زي ساب حرفي كله على السنتر. فلذلك الباي ديفولت يعني بشكل تلقائي، البيمات بعطيك المومنت ات فيس اوف كولوم، والكولومز بعطيك المومنت ات فيس اوف بيم، بس بعتبر انه زد هذا تبعك هو وجه السلابي وبنفس الوقت وجه البيم. مركزين اه؟ لذلك هو نزل لقاع البيم. تمام؟ ساب باي ديفولت لو واحد طبعا عملته هذا النموذج، لو انك رجعت لساب وعملت حتى على الفيس، بعطيك طالع لفوق 0.3، مش العمق الجسر 0.6 صح؟ بعطيك هذا اللون الاحمر طالع لفوق 0.3، وهذا الاصفر طالع برضو او نازل 0.3 وطالع 0.3، فاهمين علي؟ البيم هناك 0.6، اذا 0.3 فوق 0.3 تحت. في الايتابس باي ديفولت بيعتبر سطح الجسر، سطح الجسر وسطح السلابي، طبعا هذا الصح مضبوط ولا لا؟ بشكل واقع، في الواقع سطح السلابي وسطح الجسر من فوق نفس الليفل، مش نصهم فوق نصهم تحت. هذه نقطة بس حبيت يعني أعلق لك عليها. المرة الجاية إن شاء الله بنعمل ديزاين، راح تنبسط جدا من البرنامج، وهو ممتاز وكويس. بلان رياكشنز، خلينا نشوف الرياكشنز بس شوي. سبورت رياكشنز، هاي سبورت رياكشنز طبعا زي ساب، مفهوم برضه ساب فيه هيك، في تابوليتد انك تحطهم كجدول يعني. هاي ابلاي، انا اخترت اف زد بس، شايفون الرياكشنز جاهزات، طلع كيف اف زد يعني الاكسل فورس على كل كولوم، مش مرتب مظبوط. افرض كان كلهم احنا فيكس حطينا، اذا بلزمنا ام اكس ام واي، هاي ابلاي، شايف كل كولوم بدك اياه الاف زد ام اكس ام واي. تمام، افرض كان كلهم، طبعا اكيد في برضه يعني اف اكس اف واي مفهوم يعني، انت لما بدك تحلل الفريم في اكيد كل الاشياء. طبعا رحت لاروز اروز وبس مثلا المومنت مع الاكسيال، هاي بين لك الام اكس والام واي، بيعرفش يبين زد مفهوم لانه لتحت يعني،
لذلك تقدر تروح على 3D صح؟ هاي زي برضو ساب نفس الحكي يعني، أو إذا بدك إليفيشن يعني، هاي إليفيشن يعني إكس زد أو واي زد فرضا، هاي بعطيك إياها تمام. إذا إحنا بهذه النقطة بنكون أنهينا هذه المحاضرة، وإن شاء الله بنكمل المحاضرة الجاية.